السلام عليكم. ألوغ معكم المصممة بومز المريم. ألوغ جيت اليوم باش ندوي لكم على التصاميم ديالي. شنو اللي دارج في الربيع؟ هادي من التصاميم ديالي بالحق، هادي بطريقة مختلفة. هادي فيها بوان دو كخوا، فضلت انه نلعب بليتوسي شويه ياك باش ما نخليهاش سامبل ايتو. دونك بغيت ندير فيها جوج ديال الالوان، بما انه الفلاشي خارج تري تري على مود هذا العام. درت فيها بليزيور كولور، مثلا لو فير بيستاش، لو جون، بزاف ديال لي كولور اللي هما فريمون فلاشي وخارجين دابا. دونك فوالا، حاولت ندير طرز، دخلت لا مودرنيتي او ميم طون الاصاله والمعاصره كيف ما كنقول دائما. لوغ هادي حتى هي من الابداع ديالي. هادي فيها عروس من مدينه فاس، لبستها نيت اللبسه ديالهم، وبغيت فضلت انه نمشي في لي ديتاي صغارين، يعني درت لها شويه الجوهر، درت لها لي فري شواروفسكي ايتو، وهنايا درت السفايف المدوبلين بزواق المعلم فبيان سور ان تيسو دو كريب. يعني كنحاول دائما نرجع للمراه ديالنا في بزاف ديال التصاميم اللي كيكونوا مرسومين باليد. هادي حتى هي جلابه، هادي لتكريم المراه التطوانيه. حاولت انه نمشي لي ديتاي اللي كيديروا عاود عندنا في العرس العروس الشمال، يعني حتى من هذوك لي بغوش حاولت ندير بحالهم. درت الجوهر حتى هو، درت هاد لا كولور، والمنديل ديال منطقه الشمال حتى هو درته هنا. يعني كنحاول دائما ندير شي حاجه اللي تكون شيك مبدله او ميم طون محتشمه للنساء ديالنا اللي كيبغيو الاختلاف. وهذه حتى هي إبداع آخر، وفيها مرأة من منطقة تطوان. حاولت أنه نبدل المنديل فين كيكون، يعني مرة كيكون من الأغيير، مرة كيكون هنايا القدام، درتها مواتي مواتي، وفيها هكا تطريز بالإبرة الشرقية كاملة كاملة باش نبدل شوية، والطرز الرباطي إلو بيغلاج بالقطة ديالهم عاود. فوالا، هادي تصميم اخر، هذا مبدل فيه واحد لو تيسو اللي كيتسمى بلو بيتش، باسكو كاينين النساء ديالنا بعض المرات كتبغي تلبس ثوب اخر، يعني من غير لو كريب وداكشي كتفضل هاد الاثواب هادو اللي كيكونوا بحال هكذا نازلين. وحاولت ندخل فيها هاد لي فخوفخو اللي هما موضه دارجه بزاف بزاف، وجات بطريقه قويه اللي الحمد لله نالت الاعجاب ديال كلشي. وكنحاول دائما نبدل في هاد لي موتيف هادو، يعني هنا دايره جوج ديال الطواس بحال هكذا منبتين كاملين بلي شواغوفسكي، وهكذا بلو بيرلاج ايتو امان. فوالا، حاولت ندخل جوج ديال الاثواب باش تجي مبدله.